وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذ لم أكن مربحا فلست بخاسر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وحياكم الله وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم شارع المتنبي. راح نبدأ جولتنا لبرنامج شارع المتنبي من هذا الشارع، شارع الكتب، شارع الكنوز الثقافية، ويا أهلنا وناسنا. خليكم ويانا، خلنا نبتدي بجولتنا. مرحبا، شلونك حبيبي؟ اخوي شلون شفت الاجواء شارع؟ والله اجواء جدا رائعه، وصراحه يعني كل جمعه احنا هنا زين. حتى الروعه من بغداد، من محافظات؟ لا محافظات، اقسام داخليه. اقسام داخليه من الطلاب يعني. من الطلاب. زين، شلون تشوفون كل جمعه الشارع المتنبي يتغير او اكو حركه تطور؟ طبعا شيء اكيد، كل جمعه انا صار لي سنتين اداوم هنا ببغداد. زين، الصراحه المتنبي متجدد، يعني ما صير شغله قديمه او شيء ونمل شغله من عندها. الشغله ما تمل، ما تعرف ايش هي، بس ترتاح انت تجي هنا تدخل المتنبي ترتاح نفسيا. عندكم فد منهاج او فشي معين من تجون مثلا تطبون اول شيء الشارع او المركز او تجون عشوائيا؟ شيء اكيد لا، قبل هسه من للقشله، النوب للمركز البغدادي، النوب نروح يم تمثال المتنبي. وهاي دائما انتم كلكم؟ هاي دائما هيك، قلت لك الشغله ما تمل ابد. شلون اقول؟ اهلا وسهلا حبيبي. شلون نشوف الاجواء اليوم؟ طبعا هي الاجواء مال المتنبي مستحيل تلمل. زين، ما دام الطابع بها ثقافي. حلو. الطابع الثقافي يبقى ثابت ويبقى متجدد. اضف ذلك موضوع الكتب. زين، انا موضوع الكتب موضوع لا ينضب، موضوع متجدد كل سنه يعني يوم عن يوم. زين، احنا ولو اقاطعك، انتم كطلاب تجون كل جمعه لشارع المتنبي، شلون تشوفون حركه الشباب من ناحيه قراءه الكتب؟ تشوفون اكو تطور بمستوى الثقافه عند الشباب؟ لو اكو بيهم مثلا خلينا نقول يجون مثلا الونسه، او لا اكو اهداف معينه قراءه كتب غيرها؟ طبعا احنا تقدر تقول هناك مجموعه ترابط الطلاب. زين، نطلع نخلي هدف انه باسل نقتني هاي الروايه او هذا الكتاب، نطلع نبحث عليها. فاول ما واحد يحصل هاي الروايه يطلع معلومه، احنا متفرقين هسه انا هواي طلاب، فمن يحصل هاي الروايه نعم يعطي خبر للباقين انه انا اقتنيتها، انه الباقين يتوقفون عن البحث. بالنسبه لموضوع الكتب والشباب، اكثريه الكتب انه فقدت صيتها انه ويا الشباب، لانه موضوعها قديم، بس اكو روايات حديثه بدات من 2013. لا، اكو شيء جدد، اكو شيء جدد كسب موضوع الشباب. نعم. وانما هسه فوق عمر 35 34، لا انه باقي على مثل ما نقول الموديل والستايل القديم مالت الكتب. بس احنا كشباب لا، عندنا هدف ببالنا. نعم. انه نروح ندور على هاي الروايه. حلو. فموضوع الشباب انه انا انه الكتاب لازم يحطونه بنظر الاعتبار شيء جديد على مود يكسب اهتمامهم. بالضبط. زين، بما انه صديقك حكانا انه تدورون الكتب، لقيت الروايه اللي مطلوبه اليوم لو بعد؟ يعني جماعه هم اللي يدورون على الروايات. انا عندي موضوع مختلف طبعا. انت سالت عليه، نسمع منك. سالفت على انه تشوفون شيء متغير؟ لا، احنا ما نريد نشوف شيء متغير هنا بالتحديد. متغير للاحسن خلينا نقول، من ناحيه الحركه الثقافيه تجدد المعارف. انا من اجل هنا، من اجل هنا للمتنبي بالتحديد. نعم. شارع المتنبي والمناطق يعني القريبه عليه، اريد اشوف الشيء القديم. زين، الحياه البغداديه القديمه يعني اللي اشوفها، مثلا ادخل هنا للمتحف المتنقل، اشوف يعني الابداعات اللي كانت، اشوف التاريخ هنا اللي بالمسرح، يعني تشوف اللي بالداخل، يعني شوف الكبار، يعني ناس الكبار وشيء، وهاي بالجرايد القديمه اللي محتفظين بها لحد الان. انا ما اريدها تتغير، اريدها تبقى على هذا الشيء الوحيد يمكن اللي انتبه اذا يجدد شارع المتنبي. لا، انا ما اريد شارع المتنبي يتجدد، اريده يبقى، حتى يبقى يعني كتاريخ احنا يعني نحتز به ونشوف به يعني جيلنا، الجيل السابق. بالضبط. يعني اي، نشوف به الجيل السابق، الحياه السابقه شلون اللي كانت، هذا اللي يريده في شارع المتنبي. ربي يوفقكم ان شاء الله شباب. اشكرك، اتمناكم كل النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لحضرتكم. اذا مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا طلاب الجامعات ومن كل المحافظات، مو مقتصره فقط شارع المتنبي على اهل بغداد، يتواجدون كل جمعه في داخل المتنبي، يجددون افكارهم، يشوفون ممكن شنو الجديد اللي نازل من الروايات او من الكتب بصوره عامه، يشوفون الثقافه، المواهب اللي منتشره بشارع المتنبي، سيما لا مركز الثقافي او داخل القشله. اذا خليكم ويانا، خلينا نشوف هذه المواهب والتجدد في شارع المتنبي، تابعونا.
مشاهدين الكرام لا زالت جولتنا مستمرة لهذا اليوم، لكن احنا الآن تحديدا داخل معرض للوحات لفنانة شابة بمقتبل العمر. أتى هذا المعرض الجميل، راح نحشي وياها نتحاور نعرف شنو هذا المعرض وشنو هذه اللوحات. خليكم ويانا خلينا نتعرف عليها. مرحبا، يا اهلا وسهلا بكم. الحمد لله تمام. حضرتي صاحبة هذا المعرض؟ اي نعم. لا مع الاعمالي. اهلا بك. اريد تسولفي لنا فنبدا عن هذا المعرض شنو؟ معرض قصص شهرزاد، هذا المعرض الشخصي الثاني إلي. اختارت يعني أنا أحب أقرأ كتب، فحاولت إنه أركز بالمعرض على كتاب مهم، هو كتاب ألف ليلة وليلة. كتاب يعكس تراثنا، يعكس حكايات حلوة بها حكم وعبر، حتى الشعر اللي بيه القصص مالته بصورة عامة، حكايات الملوك، حكايات اللي على ألسنة الحيوانات، الجن والعفاريت، كل هذه الأشياء. استخدمت أقلام الرصاص على ورق، 34 عمل موجودة بالقاعة حاليا. نعم، لاحظنا صور انه كلها تميزت بالاسود والابيض اقلام الرصاص، شنو المغزى من هذا النوع؟ انا احب انه اشتغل باقلام الرصاص وبالورق الخشن، ما عندي مشكله، يعني عندي نظريه انه مو بالضروره الواحد يستخدم ماتيريالز معينه او متقدمه مثلا حتى يوصل فكره. انا احب انه الواحد يركز على العمل نفسه وعلى فكره العمل نفسها اكثر من الماتيريالز وحجم حجم العمل وهذه الاشياء. زين، هذه اللوحات خلينا نقول اجتي عن موهبه بالفطره او درست انت اكاديميه فنون جميله؟ لا للاسف، انا خريجه هندسه وجدي الله يرحمه كان رسام، واني ورثت يعني الموهبه من عنده. خلينا نسميها موهبه وراثيه. اي نعم بالضبط، حتى المعرض الاول كان فطري اكثر من هذا، كنت ارسم مباشره على الورق، يعني اشوف اللوحه بمخيلتي واجي مباشره يعني اشتغلها على الورق. المعرض هذا لا شويه مختلف، انه لانه نقرا قصص، جسدت 17 قصه من ألف ليلة وليلة، فشان لازم أقرأ قصص وألخصها وبعدين يعني نجي نسويها سكتشات أولية وبعدين يلا أجي أشتغلها بالعمل الكامل. طيب، أغلب اللوحات اللي ترسميها من مخيلتك واقع الخيال، أو تشوفين مثلا فد لوحة معينة تحاولين ترسميها؟ أكيد أكيد، كلنا نستلهم من المدينة، من لياليها، من نهارها، من الناس اللي بيها، من القصص اللي نقراها، كل هذه مصادر إلهام للواحد. وكتاب ألف ليلة وليلة يعني كتاب عظيم، ويعني على مدى السنين يعني كان ولا زال هو الكتاب الأهم اللي كل المبدعين يستلهمون من عنده. نعم. إبداعاتهم. شلون شفت ردود أفعال الناس اليوم؟ أنت هذا اليوم الأول إليك بداخل هو يوم التقافل. واحد بمركز الثقافة البغدادي. شلون شفت ردود أفعال الناس؟ حلو، عجبتهم الأعمال، حبوا إنه أكو فكرة يعني إنه قصص ومتسلسلة ويمشون عليها. نعم. حبوا إنه فكرة إنه حتى أنا ما خلى اسم للعمل تحت كل عمل، فيعني حتى اللي يعجبه رسم، يمكن حتى اللي ما قاري ألف ليلة وليلة ممكن يعجبه بلوحة يرجع يقرأها يطلع بالضبط عليها بهالشيء بالضبط. شكرا جزيلا لحضرتك، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله من أفضل لحظة. شكرا الله يخليك، تسلم. أهلا. إذن مشاهدين الكرام، من داخل هذا المعرض راح نتوجه ونشوف باقي المواهب في شارع المتنبي، تابعونا. إذن مشاهدين الكرام، لا زالت جولتنا مستمرة في أروقة المتنبي، لكن شفنا مجموعة من طلبة كلية الطب عندهم فد نشاط معين داخل مركز ثقافة، خلينا نتعرف عليهم وعلى نشاطهم. مرحبا. أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ حضرتكم طلاب لكلية الطب؟ نعم. زين،
نريد نعرف شنو اللي قاعد تقدمون اليوم داخل المركز الثقافي. نعم، احنا الاتحاد الدولي لكلية لطلاب كلية الطب. نعم. احنا نريد ننشر التوعية الصحية عن فد مرض حاليا دا ينتشر بصورة عامة. نعم. اللي هو مرض السل او مرض التدرم معروف في اسم ثاني. هذا مرض السل هو عبارة عن مرض تسبب فد بكتيريا معينة اسمها عصية السل، هاي تنتشر بالهواء الجوي وتنتشر من خلال المصابين المرضى المصابين. نعم. هو عبارة عن مرض معدي. زين. فهو هذا مرض خطير جدا، وبي نوعين، اكو ناس تكون مصابة بالمرض واكو ناس تكون مريضة بالسل. نعم. المصابة بالسل يعني احنا اغلبنا عندنا هاي بكتيريا بجسامنا، لكن هي تكون مو فعالة. من تصير فعالة تبدي عندنا تظهر الاعراض، هو يصيب الجهاز الرئوي، يصيب الجهاز البولي، يصيب الجهاز التناسلي الى اخره. هذا نشاطكم فقط داخل اروقة المتنبي لو عندكم بغير مكان؟ لا، عندنا بغير اماكن بغير اوقات مختلفة يعني. زين. ايه، ويعني نحب احنا ننشر التوعية الصحية بصورة عامة بكل الاماكن، على مود يعني الناس تقدر تاخذ احتياطاتها، تقدر انه تحمي نفسها من انه تنصاب بهذا المرض وغيره من الامراض يعني. نعم. ايه، اليوم فكان موضوعنا عن هذا مرض السل. تمام. زين، أرد أسألك في سؤال معين، لما بديتوا بهذا النشاط داخل المركز الثقافي شلون كانت ردود أفعال الناس حول هذا الموضوع؟ يعني إنه كانوا مرحبين بهاي المبادرة يعني، وحيونا يعني على هاي الشغلة، وإنه شجعونا إنه نستمر بها. كانوا كلش يعني متعاونين وياكم، قدروا يفتهمون إنكم مجاهة سألكم مثلًا قلت لكم شنو هذا المرض وشلون نقدر نتلافى والشيء. أي، هو يعني من خلال يعني يسألونا عن الاستفسارات وإحنا نجاوب عليهم يعني. كانوا يعني مبينين إنه مهتمين لهاي الشغلة. حلو. لأن يعني مو يعني التوعيات يعني قلت بهاي الفترة يعني، فنحاول. بالضبط، نادر ما نشوف التوعيات بشوارع وخصوصاً بهش أماكن مركز ثقافي. دائماً انطباع الناس إن هذا فقط للكتب للقراء للفنانين. يعني لكن اليوم نشوف الطلاب يبدون ينشرون الصحة، شلون نقدر نتلافى هذا المرض، شلون نقدر نعالجه. اي يعني هو بدينا من هذا المكان يعني، لانه يعني مثل ما تعرفوا يا جماعه هواي فئات من المجتمع يعني يجون هنا. نعم. فيعني كانت انه بدينا هنا يعني شفنا المكان انه يعني مناسب حتى نقدر ننشر هاي التوعيه. حلو. اذا خلينا نشوف الاخر. زين، انتم هذه مجموعه فقط لو عندكم مجموعه؟ لا عندنا مجموعه، هسه احنا متجمعين يعني جروبات صغار، تيمات صغار. نعم. كلهم منتشرين هسه، اذا شوف هواي مجاميع جايين يشترون يعني. زين. وجاي يعني التوعيه بمرض التدرم. هم خططوا مستقبلا النشاط الثاني وين راح يكون، باي مكان باي منطقه؟ هو اكو نشاطات ثانيه يعني، بس حسب يعني حسب الظروف حسب المكان يعني على التجمع والهاي. نعم. على اساس يكون يعني يتم يعني ترتيب وين المكان يصير وين هاي. اكو شخص ملتزم هذه المجاميع ينسقهم؟ اي اكو عندنا رئيس اللجنة والمنسق والمنظم يعني موجودين. أها، ربي يوفقكم إن شاء الله. تسلم. وهذا شيء نقدر نقول محسوب بميزان حسناتكم، لأن أنتم طلاب بأيام العطل منتشرين بهذه المناطق للتوعية فقط، فإن شاء الله أتمنى لكم من أفضل شكراً الأفضل. لكم. شكراً جزيلاً. إذن مشاهدين الكرام، من داخل أروقة المتنبي نشوف اليوم طلاب كلية الطب ينشرون هذه التوعية الصحية، هي جداً مهمة خاصةً في الوقت الحاضر. ممكن البعض ماخذ انطباع ان المتنبي فقط للكتب او فقط للقراء وفنانين وغيرها، لكن اكو هذه النشاطات الجميله اللي نحب نشوفها مو فقط المتنبي، بكل شوارع بغداد، انه اكو ناس تهتم بصحه الاخرين، طلاب ينشرون هذه التوعيه مجانيه بدون مقابل وبدون اي مقابل لا مادي ولا غيرها، فقط للتوعيه. ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق، وخليكم ويانا حتى نكمل جولتنا في المركز الثقافي، تابعونا.
إذن مشاهدينا الكرام، لا زالت جولتنا مستمرة داخل المركز الثقافي، دائما نركز على الأعمال اليدوية، الأعمال البسيطة، المخطوطات وغيرها. شفنا هذه المخطوطات اللي جذبت نظرنا، راح نلتقي بالعم هنا. مرحبا الخطاط حسن علي، أهلا وسهلا بكم بقناتكم. هذه المخطوطات اليوم؟ والله أنا كل جمعة بالبيت الثقافي البغدادي بالمتنبي، نعم، أم يعني أعلم يعني الخط، وعلى يعني عندي لوحات خطية كل أسبوع أجددها، يعني مخطوطات. أكثر المخطوطات اللي أخطها هو بالخط الديواني وجلد الديواني، لأن أنا هذا خطين أنا شون يعني عندي عشق بهن. الخط الديواني كل شيء يعني عشقه، وعلى هاي يعني أنا خطاط صار لي 40 سنة بالمهنة. فسابقا كنت موظف معهد بغداد الدولي، وهسه حاليا متقاعد، وكل جمعة يعني تستهويني أجي هنا للمتنبي، وأهم ألتقي زملاء الخطاطين يجي عن مخاط، عن يجي أكتب له اسمه، أكتب له زين، فهو يعني هذا موجود يعني. زين، هل تجيك مثلا أشخاص يطلبون أسماء مخطوطة؟ نعم، إيه نعم، هواي 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 يجون، يعني خط لهم أسماءهم، أسماء مثلا هم اللي يدوها، مثلا الأشياء اللي يدوها، مثلا حتى على البلاستيك اشتغل على الواقع المزخرف زين، وعلى يعني أنا أهم أشتغل لوحات. هاي قبل يومين إحنا كنا محد بيت التواكي بالإسكان، هم أنا كان عندي معروضات 5 لوحات كنت عارض زين، وعلى كنت مشارك مع منطقة بغداد بالجمعية الفنانين التشكيليين، مع جمعية الخطاطين العراقيين زين. سابقاً أنا كنت نائب رئيس جمعية الخطاطين بالعراق. والخط أنا يستهويني، الخط صار بحدود يعني 40 سنة، وأنا لحد أنا أقول على نفسي تلميذ بالنسبة للخط. والخط هو هذا العمر وبعدك تقول إنه تلميذ بالضبط. هو الخط بالأصل هو هندسة روحانية جاءت بآلة جسمانية. الخطاط هو مهندس، كل خط إلى قاعدة، مثلاً عندك الثلث والنسخ والوقعة والديوان، كل خط إلى أبعاد وإلى قياسات معينة بالضبط. فالخطاط قد ما يكون هو يكون تلميذ، لأن الحرف بحالة تطور، والكتابة يعني شلون نقول مستمرة، يعني يوميا تصير من أسرار الحرف ومن أسرار الخط العادي. فأنا أخط كل أنواع الخطوط، فأنا استهوتني الخط الديواني، ومشارك بلوحات يعني خارج العراق، مهرجان أريسكا بالأردن، وبإيوان هم من مدي لوحات، وعلى كل المعارض والمهرجان ترتيب داخل القطر أنا مشارك بيها. يعني هاي إمكانيتي وهاي مستواي. كل التوفيق لك. الله يسلمك أستاذ. تسلم. مشاهدينا الكرام، مثل ما نشوف هذه المواهب الجميلة، الخاط وغيرها والأعمال اليدوية وغيرها، دائما ما تتجدد للأحسن للأفضل، نشوف اللي الأحلى كل أسبوع. مثل هيش أعمال جميلة، خلنا نتعرف عليها أكثر. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. هذه الأعمال خاصة بيك؟ أي، أعمال يدوية. شنو هذه الأعمال؟ قدرين تشرحي لي عنها تسوفي عليها؟ هي أعمال هاند ميد، أنا أشتغلهم بالبيت. نعم. ومن أنا صغيرة أحب أشتغل هاند ميد، وكانت عندي أفكار مبسطة وهذه السوالف، العائلة شجعوني إنه أطورها وأشارك ببازارات. حلو. والحمد لله والشكر، زوجي همين دعمني وساندني ووقف وياي هواية. زين. وهمين مرات يشتغل وياي هاي السوالف، وإحنا نشتغل على الطلب، وعندنا صفحة على الفيس، ونشتغل فوم، وما هاي يعني مناسبات عياد الأم، عياد الحب، يعني هاي السوالف. بدايتي كانت هنا بالمركز الثقافي، لوين بديتي؟ لا مو هنا، أول مشاركة إلي بالبازار مال أحلى لما عراقية. مشاركت بيه بالعطيفية، وراها بمول المنصور، وراها بس بالمتنبي، هاي كل جمعة أنا ثابتة هنا. كل جمعة ثابت هذا المكان، هذا الأعمال. زين، شنو الطلبات الأكثر اللي يطلبوها العالم من عندك؟ هي لين أعمال منوعة، فماكو شيء محدد، يعني هي أذواق، يعني ماكو شيء معين، مثلا خلينا نقول يطلبوا ماكو شيء معين، لا زين. يعني بس مرات نشتغل على الطلب الحفر على الخشب، بس هسه ماكو خلصان عندي زين. على الطلب مثلا على الأم على الأخت هيك حفر يعني. كل التوفيق. وسهلا، رحم الله والديك. الله يسلمك. إذن مشاهدينا الكرام، هذه المواهب الجميلة اللي نشوفها دائما بالمركز الثقافي، نتمنى دعمهم من وزارة الثقافة، خصوصا مثل هيك مواهب تستحق الدعم. إذن خلونا ويانا، خلينا نكمل جولتنا في المركز الثقافي، تابعونا.
مشاهدينا الكرام وصلنا احنا وياكم الى فقره الضيف، هذه الفقره اللي الثالثه ببرنامجنا. فقره الضيف ما عندنا ضيف معين، ضيفنا يكون علام تعيين، نشوف الموهبة اللي تستحق يكون ضيف بحلقتنا. اناضي مرحبا. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، اهلا بكم. نبذه تعريفيه عن حضرتك. أنا شغلت بالخط والزخرفة هوايتي من 58 زين، وظلت مستمر بها لين دخلت معهد مال فنون. نعم ايوه، تخرجت وظلت شغل بالخط والزخرفة، هاي هوايتي يعني مو شغلة. خط والزخرفة اي والتخريم. اه التخريم، احكي لي عن التخريم. شنو الأصعب بهذا الموهبة كلها، الخط من ندخلها أو التخريم، شنو وين الصعوبة تجيك؟ وكل شيء لا كل شيء يعني صعب، يعني مثل ما يقدر يدبرها يشوفه صعب زي. اذا تخريم يشوفه صعب، الخط جماعه يشوفه اماتنا صعب. حلو. اكو كل الناس يعني مثل يدرب على الخط ويدرب على التخريم والزخرفه يشوفها سهله اذا عنده هوايه بها. بدايتك هي كانت دراسة وهواية وانت لا طورتها؟ لا دراسة. هو هواية بالمدرسة كنا بالابتدائية. اها حلو. ايه درس عندنا مال الاعمال اليدوية ويسوينا ناخذ المعاكس والهذا نشتغل به بالمدرسة، وقمنا هنا طورتها. حبيت انت انه هذا الهواية ايه حلوة. ايه شفت ايه كلش حلوة. ايه زين، بدايتك وين كانت اول اعمالك؟ وين ارضت؟ بديت هنا انت بمركز ثقافي ولا لا؟ لا انا شو اسمه هو بالمعهد. زين. اي سوى معارضة بالسبعينات. اها حلو. اي وقدمتها وين انا معتين معارض يجون يطلبون اشارك بها. زين. انت اليوم داخل معرض او المتحف المتجول. نعم. شلون نشوف ردودك على الناس من يشوفون هذه المخطوطات؟ مثل ما نسميها احنا بالعاميه يسموها الثريدي، هذه الحروف اللي بارزه واللي طالعه. شلون نشوف ردود افعالهم يعني؟ يعني يعجبهم ويتعجبون عليها، بس شغله يعني مثل المنقرضه يعني يسالون بيها ما شايفه عباره. نشوفه شيء نادر يعني. اي يعني شوفه نادر. هسه جديد ايه. انما هو مو جديد. اي لان هسه دا يستعملون الحاسبه الالكترونيه وهي بال شو الليزر، الاجهزه الحديثه ايه. والليزر اللي هي تسوي هذه الكلمات والمخطوطات اكبر واكبر. اي وبساطه. زين. اي واحد يسويها، بس هذا لا، هذا الاختصاص يعني الخط ما يقدر يجي واحد يقدر يخط بكيفه، يقدر يخط يعني اللي افتهمه منك ان الاجهزه تقدر تسوي خلينا نقول المجسمات كل شيء يسوي، بس الخط انه الخط يعني شيء بعيد عليها. لا يا ما مسوي الخط هذيك الاجهزه. اها حلو. اي بس انت الشخص اذا ما يعرف ما شو اسمه يدبرها. اكو موضوع يعني هسه عند العالم يحبون الاعمال اليدويه. يدوي يعني. العمل اليدوي تكون له فشي صوره احلى من اللي جاهز، تحس انه هذا شيء متعوب فيه. مو بثواني او بدقائق خلينا نقول وكمل. هم اجوك عالم سالوا على مثلا اسماء معينه رادوا او اي هم يريدون ايه لو من هذين الايات شو اسمه اعطيهم لو هدايا. يعني انا شغلي ازيد موديل الامريكا واللندن والسويد لبنان. اها ايه يعني يجون ياخذون يتعجبون على الشغل. زين شلون يكون الطلب من هذه الدول؟ يعني انت عندك صفحه مواقع التواصل الاجتماعي بالعلاقات عندي. اها حلو. ايه ابني العلاقات وجماعه هناك مقيمين بامريكا. نعم. وبريطانيا هماتين عراقيين ونودي لهم هدايا. يعني نقدر نقول ان اعمالك وصلت لابعد حد ممكن في أيوه. الارضيه. اخير شيء واحد قال لي اريد هديه لوديها لاستراليا، قلت له تعال علي بعد ما اجي بسوي لي انا محضرها. نعم. قال اخذها لاستراليا. هاي شغله انا افتخر بيه لان مو مال بيع يعني كله مال هدايا وبالبيت اخليه. زين اللي افتهمه منك انه اكثريتها تصير هدايا او اعمالك بالبيت. لا ما فكرت في اليوم تفتح لك فد محل ممكن تبيع منه هذه الاعمال اللي يسويها المخطوطات الايات وغيرها من الزغارف؟ ما اشوفها يعني
ما اقدر التزم بالشغل من ناحيه الالتزام يعني لا اي لما مثلا اقول لك باكر تعال وانا ما دبرتها يعني يصير عندي في شغله تجي تلقاها ما خلصانه يعني اطلع كذاب اطلع حلو اي ما اريدها اريد يعني انطيها ببلاش على راحتك اي بلاش انطيها احسن ما انطيها بفلوس وبعدين يطلع زعلان انا تضايق عليه وسوي له شغل بيروح ليش خليتني اجي وليش ما خلصتها وما عشان صحيح اي زين احنا هسه شفنا الزهارف هذه الكتابات ونشوف ورانا اكو طيور وغيرها اكثر شيء تسويه او اكثر شيء تستخدمه الناس الكتابات والزغارف والايات واسماء الله الحسنى وغيرها لو تسوي فد اشكال مختلفه لا يعني. اشكال هم يسوي اشكال باللي يعجبه الواحد يعني يعجبنا سوى مثلا مال اضيه فانوس شو اسمه تحف زين ايه اسويها يعجب لي اسوي ايات قرانيه اسويها واعلقها بالبيت من هذني زين زين شغله من الشغلات اللي انت سويتها وطولت بيها اكثر شيء شنو الاكثر شيء طولت بيه؟ آية الكرسي كبيره الكبرها زين ايه وبلاستيك والبلاستيك ثقيل كلش هم خطيت هيك العاده ايه كلها بعدين ايه وصلت مرحله ايه التخريم وغيرها ايه ايه هي هاي اجيبها مخطوطه والزقها على البلاستيك مثل هاي نعم يعني واشتغل بيها ايش قد طولت بيها تقريبا؟ هاي والله يعني ما اعرف يعني تقريبا زي من اسبوع اها ازيد كبيره كلش اي وناعمه يعني هالكبرها ويا الاطار مال الزخرفه والهاي نعم ايه. زين ايه. اكو خطوط معينه تستخدمها بالخط لو كل خط لا كل خط كل خط اللي يعجبني الخط اسوي يعني شوفه مثلا حلو ومرتب ويعجبني اسوي زين شنو الخط الامثل اللي دائما يستخدموه الكثره خلينا نقول بالمخطوطات والايات وغيره الثلث ازيد او الديوان هذا الكوفي خط الكوفي يعني اما كل واحد يعني الخطاط هو يعني شو على شو مسيطر بيا خط اها يمشي على اللي هو مسيطر عليه ايه حلو ايه يعني شو اسمه يشتغل به مثل بالثلث مسيطر بالثلث يعني يجيبه مضبوط 100% بالرقعه بالديواني بالفارسي كل شيء يعني زين هم فكرت اشارك بمعرض غير القشله غير المعرض المتجول اي اكو مع بالجامعه المستنصريه مال الضاد مال هذا مال لغه الضاد نعم. قبل اسبوعين هيك هم آه. كانت لك مشاركه بي اي همات انا شاركت بي و معرض ما كم واحده يعني هوايه يجوني هسه اكو معرض همات انا شارع فلسطين نعم. يعني مدينه الالعاب هم قالوا لي علي وراح اخذ وجهي اتمنى لك كل التوفيق الله يحفظك الله يخليكم تستحق هذا الدعم الله المعنوي الله يوفقكم ويخليكم ان شاء الله نشوفك معارض دوليه بالمستقبل ومن افضل الاعمال الله يحفظكم ان شاء الله شكرا جزيلا حضرتك اذا مشاهدينا الكرام لهنا انتهت فقرتنا فقره الضيف خليكم ويانا خلينا نكمل مشوار حلقتنا لهذا اليوم تابعونا
أذن مشاهدين الكرام، لازلنا مستمرين بجولتنا اللي دائما ما نشوف بها الفن والفنانين متواجدين داخل مركز ثقافي. لفتت نظرنا هذه اللوحة اللي يرسم بها حاليا. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو هذه اللوحة اللي ترسمها؟ هذه طبعا كان تحدي بأنه البورتري ما ممكن أن يندمج ويا المدرسة التجريدية. فطبعا الفنان العراقي عقليته أكبر من كل فنان بالعالم. نعم. فنان العراقي هو مؤسس الفن، فإحنا دا نأسس فنون جديدة نخترق بها كل قوانين الأكاديمية، ممكن أن نطلع وجه من المدرسة التجريدية. لكن هنا أكو من يقول بأن تجريديها بمعنى أنه هي التجريد نفسه، لكن إذا أضفنا إلها روح الفلسفة ممكن أن نطلع تجريد في البورتري. نعم. يعني إذا نقول أنت تسوف أضافة جديدة بالرسم وطلع منها نتيجة، ليش؟ لأنه هسه هذا الإنسان إحنا نشوفه من الباطن مو من الظاهر. الظاهر هو إنسان طبيعي، لكن إحنا هنا نشوفه من الداخل، نشوف ألمه، معاناته، يعني الضجر، نعم، اليأس، الإحباطات اللي تصير، طموحه، كل شيء موجود في هذه الألوان. فالضربات هنا تجي بشكل تجريدي، يعني بها روح التجريد، وإنما ليس التجريد 100%. يعني نقدر نقول نسميها لوحة تجريدية لواقع معين. لا، هي بها فلسفة خاصة يفهمها الأكاديمي باعتباره مختص. مثلا احنا نجي نقول هذا الدكتور يشتغل مفاصل، يعرف تفاصيل الجسم، العظام والعضله والرد فعل والكهربائيه مال العضلات، فيعرف التفاصيل. فهذا الفن هو فن على مستوى يعني قريب من الاكاديمي، لكن ابي فلسفه خاصه نطرحها، نقول هل ممكن، هنا السؤال، هل ممكن للفن التجريدي ان يطلع وجه بهذه الملامح؟ لكن إذا قلنا تجريد 100% ما راح يطلع عندنا، لازم إحنا ندب الألوان عبثية وتطلع عندنا، ويأخذ المتلقي الانطباع عنها بطريقة اللي يشوفه هو يقول هاي كذا وكذا بمعنى آخر. لكن هنا إحنا نعطي ملامع وجه ونصب عليها اللون بشكل يعني قريب إلى التجريد، نجرد الملامح وندخل إلى باطن الإنسان. باطن الإنسان يعني ما ممكن يكون بطبيعته اللي الظاهرية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أجمل تقويم. نعم. لكن هنا الفنان التشكيلي عادل الزيادي يريد يطلع الباطن مال الإنسان. حلو. يعني لكن شلون يطلعه من خلال كيميائية اللون. طبعا هنا عندي مجموعة من الألوان المتضادة، قسم من عندها زيت وقسم من عندها ماء، فخاصية التضاد الفيزيائية للألوان تعطيني تنافر. ففي نفس الوقت اللي أستخدم به اللوشن اللي هو زيت، أجي أضيف زيت دبس الرمان، فهذا بعد أسبوع راح يجرش الدبس الرمان وهذا يجف، فيتفاعل هاي المنطقة، يقوم يدخل الزيت وين؟ إلى دبس الرمان، لأن السكر الموجود بدبس الرمان راح يتداخل فيطلع شكل بشع للعين من الداخل. ليش؟ فتطلع بيها يعني شكل وحشي جدا. لكن هسه العمل قيد الانجاز، يعني بيه مرحله تفاعل. هذه اللون الابيض بعد فتره من يمضي يعني 3 أيام راح يتفاعل. ليش؟ لانه بيه ماده بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم نخليها على اللون ظاهرياً تعطينا اللون الأبيض، بس بعد مرور فترة راح ينعكس يعطينا لون البشرة الطبيعي. حلو. والطبيعي من الداخل، يعني من المنطقة الحية بالجسم. يعني نقدر نقول هذه اللوحة راح تتغير تدريجياً وبمرور الأيام من ألوان. من نشوف مواد كيميائية مختلفة. نعم. ماء ونفط وزيت، زيت الزيتون. بعض الأحيان أستعمل زيوت خاصة عطرية، بس شنو هي كتجربة لكون الإعلام يشوفه. أريد المسألة تكون عالمية بأنه أكو فن
وأكو فن بالضبط يوصل بالضبط إلى مستوى بيكاسو وغيره وغيره. يعني بيكاسو مو نوصل هذه الرسالة، يعني مو من باب الغرور. بيكاسو مو هو آخر صرعة للفن، لا، أكو عندنا فنانين يقدرون يطلعون هذا الشيء بالضبط زين. بس شنو لازم نقول؟ الدعم، خلينا نقول ماكو دعم، لا لا ولو لا معنوي، لا دعم المعنوي، لا بعيد عن مسألة الدعم. لا زين، أقول أكو فكرة شلون الفنان يطلع فن عالمي حلو، بحيث نقول العراق بمثلا عادل الزيادي، هذا طموحي، مثل ما نعرف بيكاسو بفلان بلد، مثلا إيطاليا بفلان كذا. فأردت أنا أخرق كل هالقوانين وأقلب موازين أكاديمية اللون وأطلع هذه الأشياء، فقدرت أستعمل خاصية التضاد الفيزيائي بين المواد الكيميائية. الزيت لا يمكن أن يندمج مع الماء، وبالتالي ألوان الأكليري لا يمكن أن تندمج مع الزيت. فأنا جبت وسيط قدرت أدمج هذين الخاصيتين بحيث يتفاعلن بيناتهم، ويتحول الماء إلى خليط بيكربونات الصوديوم، ويتحول الزيت إلى زيت بيكربونات الصوديوم. حلو. فقدرت أحقق هذا المستوى. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. نشوف تشوف لوحاتك بالمعارض. وإذا تجون ويا ريت تجون تكون لكم حلقة ثانية حتى يطلع عندكم الشكل اللي شسمه. إن شاء الله الأسبوع المقبل أكون إنه وقفة نصور الشكل الآخر. شيء مهم. نعم. شيء مهم جدا. شيء مهم جدا. انه هذه المدرسه مجموعه دار الزيادي باشراف الاستاذ هاشم طراد فسحنا هاي الفرصه وقدرنا يعني نقدر مساحه هاي المساحه البسيطه قدرنا نقدم فن عالمي. فاكو بعض الزوار يجون من كل دول العالم، يجون يعني على مستوى يعني على مستوى فنانين يحبون يشوفون الفن. فهذا المكان هو يعني مكان لعرض كل الفنون التقليديه والحرفيه، لكن هذا الفن فن خاص. طبعا هذا الحوض البسيط وهذه المواد هي اطمح بها انه تكون مساله عالميه وتنطلق، ويعني بحيث يقولون بالعراق الفنان رغم كل الظروف هو مصر ان يطلع فن عالمي، كذا يثبت فنه. فيا ريت لو تكون عندكم حلقه باء ان شاء الله هنا تجون ان شاء الله. ودليل على كلامي هذا المستوى اللي قدرنا، هذا طبعاً نفس الطريقة، هي طريقة صب اللون. هذه اللوحة إذا أبو الكاميرا إذا يسمح لنا، هذه الكاميرا، هذا العمل أيضاً معمول بطريقة صب اللون، وهذا أيضاً معمول بطريقة صب اللون. فهنا الأصبع مشنوق، معروف الأصبع هذا شنو؟ إذا تسمح لنا على الكاميرا، هذا التعبير أنا ما أعبر عنه، هي اللوحة ممكن تعبر عنه بس. كل التوفيق لك، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام شفنا هذه اللوحات الجميله اللي تجسد احيانا واقع او تجسد افكار معينه بداخله، واكو عده لوحات ان شاء الله نعرضها بالحلقه القادمه، نشوف شنو الوجه الاخير لهذه اللوحه راح يكون. تابعونا، خلينا نكمل مشوار حلقتنا من برنامج شارع المتنبي. صباح وهو غير متيقن من العودة، وبالرغم من هذا يستمر بالمغادرة.
كان هذا الاقتباس من كتاب بين الرصافة والجسر. بين الرصافة والجسر هي رواية صادرة للدكتورة حنان المسعودي. الدكتورة حنان المسعودي هي طبيبة وكاتبة وروائية ومترجمة من العراق، صدر لها مجموعة كثيرة من المؤلفات، وكان آخر إصدار لها رواية بين الرصافة والجسر الصادرة عن داري دار برا. هذه الرواية رح تاخذنا بها الدكتورة حنان المسعودي برحلة لسبعة أشخاص، دول السبعة تجمعهم الدراسة والصداقة. دول السبعة كل واحد من عندهم إلى قصة خاصة به، رح نتعرف خلال فصول الرواية على قصة كل شخص من عندهم وشنو السبب اللي خلاهم يكونون كلهم سوية أصدقاء أو الرابط المشترك بيناتهم، ومنو بطل هذه الرواية اللي ديروينا عن لسانه هذه الرواية ويحكينا عن دول السبع أشخاص. أحداث الرواية تدور كلها في العراق طبعا، وقد مثل ما ذكرت سابقا أنه هذه الرواية هي للدكتورة حنان المسعودي اللي كان آخر عمل إلها. أتمنى أنه لكل من يهتم بهكذا نوع من الروايات اللي تجمع بطابعها نقدر نقول الحب أو الغموض، أو تروي قصص أشخاص أو أبطال متعددين ضمن حبكة الرواية، يقدر يقتني هذه الرواية من دار براء في شارع المتنبي. شكرا لكم على حسن المتابعة، كانت وياكم براء البياتي.